مرحبا بكم أصدقائنا متابعي قناة هل تعلم؟ علوم وتكنولوجيا الأعزاء في فيديو جديد. اليابان بلد ذو تقاليد طويلة وعميقة الجذور في إنتاج الحرير. الحرير الياباني معروف في جميع أنحاء العالم بجودته العالية ومتانته. ستشاهدون أصدقائنا في هذا الفيديو مراحل إنتاج الحرير الياباني من البداية حتى النهاية. يعود تاريخ تربية دودة القز وإنتاج الحرير في اليابان إلى القرن الخامس. لعدة قرون لعبت اليابان دوراً مهماً في تجارة الحرير والاقتصاد، واليوم لا يزال اليابانيون يتمتعون بمكانة مهمة في إنتاج الحرير. الآن سنرى مراحل إنتاج الحرير معاً. في اليابان تتم تربية دودة القز باستخدام أنواع ديدان القز بومبيكس موري التي تتغذى على أوراق التوت. يتركز التكاثر في الغالب في مناطق مثل غونما وناغانو وياماناشي. تمتلك دودة القز دورة حياة تتكون من 4 مراحل: البيضة ثم اليرقة والشرانق ثم البالغة. تتغذى دودة القز على أوراق التوت. توفر أشجار التوت الظل والرطوبة بالإضافة إلى كونها مصدراً غذائياً لدودات القز. تنمو اليرقات التي تتغذى على أوراق التوت بسرعة كبيرة خلال هذه العملية. نظراً لأن اليرقات تتغذى فقط على أوراق التوت، فإن ذلك يمنح خيط الحرير لمعاناً خاصاً. يحاول المربون الحصول على شرانق صحية من خلال تزويد دودة القز بدرجة الحرارة والرطوبة وظروف التغذية المناسبة. في اليابان تعتبر تربية دودة القز وإنتاج الحرير تراثاً ثقافياً مهماً. تتساقط يرقات دودة القز 4 مرات خلال فترتها حوالي 4 أسابيع. بعد الذوبان الأخير تبدأ اليرقات في غزل شرنقة. يقومون بجمع ديدان القز لمرحلة الشرنقة ويأخذونها إلى عش آخر. في المرحلة الأخيرة من دورة حياتها تخضع يرقات دودة القز لتحول مذهل
لغزل الشرانق وإنتاج خيوط الحرير. تتطلب هذه العملية المعقدة الدقة ثم الدقة، وتشكل الأساس للجودة الاستثنائية للحرير الياباني. تعتبر عملية غزل الشرنقة عملية متعبة للغاية بالنسبة لدودة القز. خلال هذه العملية تستهلك اليرقة معظم طعامها وطاقتها. يعتمد نجاح غزل الشرنقة على صحة دودة القز ونظامها الغذائي والظروف البيئية. بعد أن تنتهي يرقات دودة القز من غزل الشرنقة، تنضج الشرانق لمدة 10 إلى 14 يوماً تقريباً. بعد نضوج الشرنقة، يقوم المربون بفحص الشرانق بعناية. يتم اختيار الشرانق السليمة وغير التالفة والغنية بالخيوط الحريرية. تتم معالجة الشرانق المجمعة في المصنع للحصول على خيط الحرير. تتم هذه العملية عادة بطرق مثل الغليان في الماء الساخن أو استخدام مواد كيميائية خاصة. يجب تجفيف شرانق دودة القز قبل الحصول على خيط الحرير. هذه العملية مهمة جدا للحفاظ على جودة ومتانة خيط الحرير. عادة ما يتم نقع الشرانق المجمعة في الماء الساخن أو بمحلول كيميائي. تعمل هذه العملية على تليين الغلاف الخارجي المتصلب للشرنقة. مما يسمح بإزالة خيوط الحرير بسهولة. بعد عملية النقع، يتم غسل الشرانق لإزالة الأوساخ والحطام من خيوط الحرير. هذه العملية مهمة للحصول على خيط حرير نظيف وعالي الجودة. تستخدم آلات خاصة لإزالة خيوط الحرير من الشرانق غير المكففة. تقوم هذه الآلات بفصل الشرانق بلطف عن بعضها البعض وفصل خيوطها الحريرية واحدا تلو الآخر. يتم فحص السمك والنعومة لخيوط الحرير بعناية في هذه المرحلة. يتم دمج خيوط رفيعة من الحرير لتكون خيطا أكثر سمكا وأقوى.
يتم إنجاز هذه العملية عادة باستخدام تقنية تسمى اللف والدوران. يعد إنتاج الحرير من الشرنق في المصنع عملية معقدة ودقيقة تتكون من عدة مراحل، ويتم تنفيذ هذه العملية باستخدام الأنظمة الحديثة. أصدقائي الكرام، هذا كل ما لدينا اليوم. نراكم غدا في حلقة جديدة وفي فيديو جديد، لذا انتظرونا في نفس الموعد وعلى نفس القناة. باي باي، إلى اللقاء.